يقول رحمة الله عليه: من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فقد أريد به الإجابة. ولهذا من النعم العظيمة والمنن الجسيمة التي يوفق الله لها عبده أن يوفقه للدعاء. وإذا وجد المرء في نفسه إقبالا على الدعاء فهذا من أمارات الخير ودلائل التوفيق. إذا رأى نفسه منشرحة ومقبلة على الدعاء، وكل ما مر عليه وقت أقبل على الله وأخذ يلح ويدعو وهو حسن الظن بالله، عظيم الإلحاح على الله، صادقا في دعائه والتجاءه إلى الله، معتنيا بشروط الدعاء وآدابه وضوابطه، هذا من علامات الخير، من علامات الخير ودلائله إذا وفق العبد. وإذا حرم الدعاء حرم الخير. قال أحد السلف: تأملت في جماع الخير فإذا الخير كثير، الصلاة خير والصيام خير والصيام خير، وإذا كل ذلك بيد الله ولا نقدر على شيء في يده مما في يده إلا أن نسأله، فأدركت أن جماع الخير الدعاء، أن جماع الخير الدعاء، فالدعاء جماع الخير وهو مفتاح كل خير. فإذا حرم المرء الدعاء حرم الخير، وإذا وفق وشرح صدره للدعاء فهذا من أمارات الخير ودلائل التوفيق. والله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويرضى عن الداعين. وفي هذا الحديث وقد تقدم معنا: من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول ابن القيم: هذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه، كل بلاء ومصيبة في غضبه. ومن لم يسأل الله ماذا؟ يغضب عليه. إذن ينبغي على العبد أن لا يهجر.